بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم لهذه الدعوة أن نلاحظ ونشوف كيف نجحت تركيا في الانتقال السلمي لمكافحة الانقلابات، لأن الانقلابات جدا هي مشكلة، وهي من أهم المشاكل. أو فكرة الانقلاب، لو تأتي لأي شخص يكون له فرصة لينقلب على الناس وينقلب على الدستور وينقلب على كل المؤسسات، هذه مشكلة. يعني لأن هذه الفكرة أحيانا تكون رأس كل المشاكل في أي شعب، لأن هي رأس الفساد، هي سبب للفساد. لأن من يتفكر في الانقلاب يعني يتفكر في السرقة، ويتفكر في الانتهاكات كل المعايير وكل الدساتير وكل القيم وكل الأملاك الذي يملكها الشعب، الأملاك الذي يملكها من وكل لنيابة ليديرها وليدير البلدة. ومن يتفكر في الانقلاب هو الذي له فكرة في السرقة، لأن ليس له صلاحية وليس له حق. لا أي دستور يعطي لأي شخص انقلاب على الآخرين وعلى الحكم الشرعية وعلى الدستور وعلى المؤسسات وعلى كل أي شيء. وفي هذا ومن هذا ننطلق إلى الكلمة الانقلاب. في الحقيقة كان تمكن في أرض تركيا، في أذهان الأتراك بعد تجربات مسلسل الانقلابات في تركيا، المسلسل الذي جاء متتالية في 1960 وال70 وال80 وال97، وبعد ذلك ما بين هذه الانقلابات المحاولات للتدخل العسكر والتدخل بعض المؤسسات التي ليس لهم أي صلاحية في الإدارة، ولكن اتخذوا أنفسهم كأنهم ذات الصلاحية بأنهم يملكوا القوة أو بأنهم يملكوا بعض الصلاحيات، وهذه تعطي لهم هذه الفرصة، ليس الحق. الفرصة ليست الحق، عندما يكون لك فرصة هذه لا تعني حق. في كل السارق الذي يعطي له فرصة ما في أي حارس لأي مال، هذه فرصة لأن تملك عليها وتسرقها، هذه فرصة للسرقة، ولكن ليس فرصة وليس حق لاتخاذ هذا المال. ولهذه فكرة الانقلاب هي فكرة جدا مكروهة، الآن أصبحت فكرة مكروهة، والناس بدأوا يدرسوها بكل كراهة وبكل أجانبها وبكل أبعادها. يعني يكرهوا هذه الفكرة بأن الانقلاب هو الفساد، الانقلاب هو السرقة، الانقلاب هو القتل، الانقلاب هو أم الجرائم. يعني هذه هي فكرة الذي حصلت في أذهان الأتراك كلهم، يعني ليس طبعا ليس كلهم، لأن في من لو يكره الحكومة الشرعية أو يكره بعض الإجراءات من الحكومة الشرعية، في من يتمنى الانقلاب يعني للأسف. وهذه هي التي تغر الناس وتغر بعض الانقلابيين أو تقنع بعض الانقلابيين ليطمحوا ويغروا لطريقة الانقلاب. كيف نجحت تركيا يعني بعد المسلسلات الانقلابات الذي جاءوا متتالية في تركيا، في تاريخ تركيا، كيف نجحت تركيا في مكافحة الانقلاب ووصلت إلى مرحلة الحمد لله في 2016 15 يوليو عندما جاء الانقلاب العسكري المباشر، وجدنا الشعب كله متساندا وقف ضد الانقلاب وكرهه ولعنه وقال هذا هو مفروض طبعا، يعني هذا الانقلاب المرفوض هو مرفوض، ورفض هذا الانقلاب. رفض هذا الانقلاب اصبحت ربما اصبحت ميلاد في تاريخ الانقلابات، او ميلاد جديد في تاريخ الانقلابات، بما أن بعد الآن من يتفكر ولو بجزء قليل أو بشيء بأي احتمال للانقلاب هذا هو مكروه في تركيا، ولا أحد يؤيده، وسيتفكر عليه أن يتفكر أكثر وأكثر 40 مرة حتى أو 1000 مرة حتى يبادر أو يحاول
هذا أي مبادرة انقلابية. طبعا في تركيا في 1960 كان أول انقلاب الذي قلب على عدنان مندرس. عدنان مندرس في هذا الحين لابد أن ننظر، يعني النجاح في الانقلابات طبعا يتعلق أيضا بالتغير في مجتمع التركي، التغير الاجتماعي. التغير الاجتماعي طبعا له دور كبير بأن تركيا ليست في 2016 ما كانت كما كانت في 1960، يعني مرة منها 56 سنة. في أثناء هذه 56 سنة التركيا كيف كانت وكيف صارت؟ في 1960 الشعب التركي كان 70% نسبته كانوا يعيشوا في الريف، كانوا يعيشوا في القرى. كانت الاقتصاد التركي كان يستند على معظمه على بناء على الزراعة، وما كان على الصناعة ولا على الخدمات. حتى في عندما جاء أيام عدنان مندرس في 1950 جاء بانتخاب نزيه، وسبقه في 1946 تركيا انتقلت إلى الديمقراطية المتنوعة الأحزاب، يعني تعدد الأحزاب. سابقا كانت تركيا ما كانت ديمقراطية وما كان انتخابات، يعني ما كان يوجد انتخاب، كان حزب واحد يحكم البلدة، وهذا الحكم الواحد كان الناس يعانوا منه لأن ما كان في منافسة. عندما لا يكون منافسة لا يكون تحسن، ولا يكون أي نوايا أو من السلطة لتحسن نفسها، لتعدل نفسها، أو لتغير نفسها لأن تلبي مطالب الشعب. لا، السلطة هي مستغنية عن أي تغيير وعن أي تعديل في 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 في, في جودة العمل وفي جودة الإدارة وفي الرشد الإدارة. لا، هي مستغنية وكانت مستبدة. المستغني هي يكون مستبد. ولكن فرض على تركيا أن تنتقل إلى التعدد الأحزاب، ولكن في أول فترة، في أول الجولة من هذه الانتخابات الذي حصل في 46 كان الإحصائيات مخفي والتصويت علني، يعني مثل ما يجري في بعض الدول العربية عندما يأتي المصوتين يأتون يصوتوا علنيا ولكن أصواتهم يحصى سريا. هذا تعني ليس انتخاب، يعني هذا هو هي مسرحية، يعني هذه مسرحية. عندما يأتي حتى عند الموظف عندما يرى تمام شوف اعطيني بطاقة أنا أصوت من أجلك، يعني أنت لا تتعب نفسك. وهذا بعد ماذا نطلب من الانتخابات ليظهر من الصندوق 99% للمستبد، 99% لمن يدير الحاكم الحالي. وهذا ليس انتخاب، ولكن ما يجري من تلك المسرحيات للأسف في بلاد الشرق الأوسط وبلاد العرب بهذا الطريق، لا سيما في الدول التي كان يدار من البعث وما زال يدار في كثير من الدول. الانتخابات يجري بهذه الطريقة. وفي البداية الديمقراطية مرة واحد حصلت في تركيا هذه المسرحية، وطبعا الناس اعترضوا على هذا ليس انتخاب، يعني وكانوا مؤسسات، وأسس مجلس العليا للانتخابات. وهذا المجلس العليا للانتخابات هو محايد وهو مستقل عن كل الأحزاب، عن كل السياسية، عن كل عناصر السياسية، وعلى حتى على رئيس الجمهورية. وهذا هو شيء مهم جدا ما يضمن ما الانتخابات النزيهة. وهذه هي فرصة أول لا بد أن أعطيكم هذا المشهد. في تركيا الانتخابات النزيهة دائما كانت فرصة للديمقراطية وللانتقال للديمقراطية. ولو يحصل أي انتقال في أي انقلاب في تركيا في أي فترة، كنا ننظر بعد الانقلاب بعد فترة قليلة انتقال إلى الديمقراطية بطريقة انتخابات جديد. والانتخابات ما كان يتدخل فيه ولا العسكر كان يتدخل في داخل الصندوق. الصندوق أصبح شيء مقدس
لشعب التركي. وهذه القيمة المقدسة للصندوق لابد أن تعلى ولا يعلى عليه أي شيء في 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 أي دولة ديمقراطية وفي أي نظام ديمقراطي. وهذه في تركيا عطت لتركيا لشعب التركي فرصة. وفي 1950 جاء الانتخاب الحقيقي، التصويت سري والإحصاء علني والمراقبة من كل الأحزاب الذين يساهموا في الانتخابات. هذا شيء من أهم الأشياء يعني. وبعد رأينا في أول انتخاب الناس كانوا يعانوا من إجراءات الحزب الحاكم الوحيد، حزب الحركة، حزب الشعب الجمهوري الذي أسس تركيا وكان مستغني عن الشعب، وكان يستغني دائما عن الشعب وما زال يستغني عن الشعب. الآن للأسف لم يغير نفسه إلا قليلا. ورأينا هذا الشعب خسر في الانتخابات، وفاز حزب العدالة، عفوا حزب الديمقراطي لعدنان مندرس بأغلبية كبيرة، وجاء إلى الحكم بوحيده. وإجراءاته الذي أنجزها في أيام حكمه في 10 سنوات كان إجراءات جدا، خلى سمعة جيدة ورؤية جيدة لشعب التركي. ولكن شعب التركي كما أشرت إليها كان في أيام هذا عدنان مندرس ما زال كان 25% فقط كانوا يعيشوا في الريف في البداية. وبعد ما جاء بدأ التغيير في الصناعة، تأسيس بعض المصانع والتنمية، الحملة التنمية الذي أنجزها في أيامه، بدأ الهجرة من الريف إلى المدن، وبدأ نوع من التمدن في تركيا. وهذا التمدن عطت فرصة جديدة لطبعا يأتي جيل جديد يكبر في المدن ويكون أكثر واعي وأكثر يكون أكثر مساهم في المجتمع. ولكن العسكر ما كان ممنون من هذا، لأن الجيش ومن معه، ليس الجيش فقط، الجيش لا يقوم بانقلاب بوحده إلا يكون معه من يحرضه ومن يستخدمه وما يكون حليف معه. للأسف الحليف ليس الجيش دائما، في بعض المؤسسات، في بعض النخب، وفي من يظنهم أنهم أعلى من الدولة ويعتبروا أنفسهم دولة العميقة. وهذه الدولة العميقة التي كانت تدير، هذه الدولة العميقة ليس لها أي شيء، أي نوع من الـ من الـ من الكرامة يعني، إلا هي نوع من المافيا يعني. الدولة العميقة هي مافيا، ما في دولة عميقة التي تعلو على الدستور، إلا الدولة العميقة هي التي الحلفاء، الحلف الذي يتشكل بين بعض الناس أن يملكوا السلطة ويساهموها، يدابلوها بين أنفسهم يعني، بين بعضهم بعض، ولا يساهموا ولا يفتحوها للشعب. هذه كانت الشيء. وطبعا ما كانوا سعيدين بما يجري، بأن عدنان مندرس كان أيضا هو الذي سمح للأذان، لإعادة الأذان بالعربي، باللغة العربية إلى تركيا في المنارات، وهذا كان عندهم ينتهك العلمانية يعني. جاء الانقلاب في تلك الأيام نوع من الحفاظ على العلمانية. وبعد ذلك طبعا أسسوا العسكر، بعد ما أسس هذا الدستور الجديد يعني، كتب الدستور الجديد وطرحه للشعب، الناس طبعا ما كان لهم خيار إلا أن يقولوا تعالوا يعني، قول نعم عشان يرحل العسكر. وفي أيام، في تلك الأيام أيضا ما سيطروا، ما استطاعوا يسيطروا على خيار الشعب. الخيار راح، اختار الناس ضد العسكر يعني، الناس ردوا على هذا الانقلاب. وبعد 10 سنوات طبعا العسكر أراد أن يكون دائما مستمرا مسيطر على المشهد السياسي، والطريقة لهذا كان دائما يخيفهم بالانقلاب، يخيف بالانقلاب، وهذا كان مخيفة حقيقية يعني. جاء الناس أعدموا، عدنان مندرس ووزيريه أعدموا، وهذا كان خوف للبعض السياسيين، وبعض السياسيين كانوا مخيفين للأسف يعني، ما كانوا شجيعين وما كانوا يتجرؤوا أن يقاوموا العسكر.
ولهذا العسكر عشان يتدخل مباشرة كان لا يحتاج بعض الحجج، لأن ولو العسكر ولو الانقلابي كان يحتاج تبرئة أو تأييد من ولو من جزء من الشعب كان يكفيه. جزء من الشعب عندما يمشي في الشوارع ويقول يا عسكر يا جيش تعال أنقذنا، هذا كانت تكفي ليمشي العسكر، وهم كانوا يؤسسوا وكانوا هم يرتبوا هذه المسيرات وتلك المظاهرات كانوا يأتوا، وأحيانا كانوا يأتوا بطريقة إرهابية. الآن كشفنا بعد التحقيقات في التحقيقات عن الانقلابات، للأسف الانقلابات كانوا عشان يفتحوا طرقهم ليمشوا فيها إلى الانقلابات إلى انقلاباتهم المجرمة، كانوا يرتبوا بعض العمليات الإرهابية في الشوارع عشان يعطوا مظهر الناس يقتلوا بعضهم بعض في نوع من الحرب الأهلي في تركيا، ويحتاج إلى تدخل عسكري وتدخل عنفي عشان نمنع تركيا من التقسيم ومن الاحتلال ومن من هذا الحرب الأهلي ومن الفوضى الاجتماعية ومن الفوضى الأمنية. هذا كانت تعطيهم الحجة والزريعة، كان وهم كانوا يزرعوا هذه الزريعة في الحقيقة، يعني كان لهم المخابرات كان بيدهم وكانوا يديروا المخابرات، والمخابرات كان يدير مثل هذا الأشياء عشان يعطي انطباع للناس، انطباع للشعب أنتم اخترتم الديمقراطية، ولكن لا فائدة من الديمقراطية إلا المستبد العادل الذي دائما الآن يتداول الآن المفهوم المستبد العادل الذي سيأتي وسينقذكم من هذه الفوضى. وكانوا يجدوا كما قلت جزء من الشعب الذي يعملهم. ونفس الشيء حصلت في 1980، كانت فوضى جدا في الشوارع في الجامعات، عدد الجامعات كانت قليلة ولكن يعني مقارنة لليوم، اليوم وصلت جامعات تركيا إلى 210 أنزاق في 1960، عدد الجامعات ما كان يجاوز 10، وفي 80 ما كان يجاوز 15، ولكن الجامعات والنقاش بين الطلاب في هذه الجامعة في تلك الجامعات كان يستخدم كزريعة لتدخل العسكر، كأن في هنا بسبب الإهمال السياسيين الذين لا يهمهم إلا مصالحهم، لا يهمهم إلا فسادهم. هذه الصورة أيضا كانت تعطى بالإعلام الذي كان يتبع الجيش ويتبع مؤسسات الجيش والانقلابيين، كانوا يعطوا فرصة بأن لا فائدة من الديمقراطية، لا فائدة من الأحزاب، لا فائدة من البرلمان، كل البرلمانيون كانوا يفسدوا، كانوا يعطوا صورة سيئة للبرلمانيون، كأن البرلمانيون لا كأنه البرلمانيون ما كانوا جزء من مؤسسة جزء من النظام الكل، ولكن كان منافس كأنه كان منافس للدولة، طبعا الدولة العميقة. في الحقيقة البرلمان ليس البرلمان، البرلمانيون والأحزاب ليسوا منافسون للدولة، هم جزء من يشغل الدولة، هم جزء من يشغل بوظيفية، هذه الوظيفية لابد أن دائما يهتم بها وتعتبر وتقرأ بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة، لولا يأتون يتخذوا بعض الفرصة عندما من طبيعة الحال ومن طبيعة السياسة الناس يناقشوا الأحزاب، لابد أن يتنافسوا، وأثناء هذا التنافس الناس يتهموا بعضهم ببعض الأشياء ببعض الاتهامات، هذا من طبيعة السياسة. الطبيعة هي مصير النقاش الشعبي، كل الحقائق لابد أن يأتون ويناقشوا، يضعوا في أمام البرلمانيون والبرلمانيون يحكموا فيها. يعني هذا هو الضمان لمصيرة الديمقراطية ولمصيرة إرادة الشعب. التظاهر إرادة الشعب هو المجلس الأمة والبرلمان، لو تكره البرلمان ولو تحرف سمعة البرلمان، هذه من أكبر الجرائم، لأن عندما تحرف هذا البرلمان هو الذي انتخب من الشعب يعني في إلى الانتخابات، أحيانا يأتي البرلمان يكون خاطئ جدا، ويكون بعض البرلمانيون مفسدون ولا يأتي إلى مأزق،
يأتي إلى مأزق، والخروج من هذا المأزق هو الانتخاب المبكر، ليس الانقلاب، وليس التدخل على الانقلاب على المجلس الأمة. المجلس الأمة في كل المؤسسات الديمقراطية لابد أن يكون المؤسسة المقدسة من نوع ما، طبعا أنا لا أعتقد بالكلمة المقدسة بهذه المعنى الدينية، ولكن هذه هي المقدسة. البرلمان هو من أهم مؤسسة الديمقراطية، حتى أهم المؤسسة الديمقراطية، ومن يريد أن يحرفه ومن يريد أن يعطي سمعة للبرلمان بأنه لا ينفع ولا يحل المشاكل ولا يودينا إلى أي حل، هذا هو بذاته فكرة الانقلاب، هذه هو ما يغذي كلمة الانقلاب، ولولا باسم الانقلاب. طبعا لا انقلابي يقول أنا انقلابي، وفي هذه المشكلة أيضا، يعني الانقلاب يأتي بصور عدة صور، أحيانا يأتي بصورة القضاء، أحيانا يأتي بصورة إنقاذ الوطن من الفوضى، أحيانا يأتي بصورة إنقاذ من المفسدين الفاسدين في الحكم، يأتي بهذه الصورة. الانقلاب لا يأتي دائما مباشرة بطريقة الجيش، كما أتى في 1997 في تركيا عندما جاء نجمة الدين أربقان ومن معه إلى الحكم، كانوا رأينا في الشوارع ما كنا نراهم، الناس في بلباس باللحية طويلة وبإيدهم عصا يأتون يمشون في الشوارع كأنها بعد ما جاء حزب الرفاح، الذي كان طبعا ما كان يخفى على أحد، كان ملتزم، كان الناس الملتزمين يصوتوا له، ولكن لا ما كانت تعني أن نغير المشهد العالم ونتدخل في شؤون يتدخلوا في شؤون العالم وفي طرد الحياة المواطنين العلمانيين. طبعا في علمانيين، نحن أول شيء علينا أن نقول، يعني بعد ما جاءت دولة العلمانية في تركيا، يعني الآن في شعب أيضا علماني ونحترم هذا الشعب، وعلينا أن نحترم. الآن في تنوع وتعدد في تمام، في تنافس في الحكم، لابد أن يكون تنافس، ولكن هؤلاء الأجزاء في الشعب ليسوا أعداء بعضهم بعض، لابد أن لا يكونوا أعداء بعضهم بعض، ويكونوا ربما أجزاء لتنمية البلدة ولإدارة البلدة بأحسن طريق في مسيرة الديمقراطية، وليس أن ينقلب بعضهم على بعض في أي فرصة. وهذا تأتي الثأر الديمقراطي، يعني يأتي الثأر الديمقراطي، هي شيء خطيرة، لأن عندما تأتي الثأر الديمقراطي واحد ينقلب عليك وأنت تبدأ تبحث عن أي فرصة أن تنقلب عليه من جديد، يعني تأخذ منه تتأثر، وهذه هي شيء خطيرة. طبعا هذا علينا أن نؤسس المؤسسات. وما كيف حصلت في تركيا في 97، جاء بطريقة الحفاظ على العلمانية. العلمانية كانت تحت الخطر، وكانت كان الإسلاميون يأتون بشريعة وتروا الشوارع، تروا في الشوارع الناس الذين بالعصا وبالبعض اللباس الذي غريب لتركيا جدا، ما كنا نشهده، ونحن كنا الملتزمون ما كنا نشهد، وما كنا نعيش في هذه الحياة، نحن نعيش في نفس النمط، يعني وكنا ندافع. أنا شخصيا أنا لا أدافع، أنا ربما هذا كلامي يخالف بعض المفاهيم الإسلاميين ربما، ولكن يعني أنا لا أفرض على أحد لا لحية ولا أي لباس، أقول هذا هو اللباس الإسلامي. اللباس هو شيء اجتماعي وثقافي وتاريخي، يعني اللباس، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان له لحية، أبو جهل أيضا كان له لحية، عندما كان يلبس الجبة هو كان أبو جهل أيضا كان أبو لهب كان يلبس نفس الشيء. أهم شيء بنظرتنا طبعا اللباس الجميل هو الإسلامي، نحن نقول اللباس الجميل المعتدل الذي يرويك شخص جميل ونزيه في الاجتماع، هذا هو. أنا حسب تأويلنا في السنة هي هكذا، يعني طبعا هذا شيء مفتوح للنقاش، ولكن في حزب الرفاه أيضا، يعني كنتم تروا نجمة أربخان كان متروش وما كان له لحية، ومعظم النواب في حزب الرفاه أيضا كانوا هكذا. من أين ظهر هذا المظاهرات الذين يأتون بالعصا؟ وكانوا بعد التحقيقات، لأن الانقلاب في 97 ما يسمى 28 فبراير فتح عنه القضاء، يعني فتح عنه قضية
وعمل التحقيق. بعد التحقيق كشف بأن كل هؤلاء الناس كانوا مفبركين وكانوا ليفتحوا أو ليزرعوا الزريعة للإنقلابيين. يعني مثل هذا الدواعش على سبيل المثال، في بعض الدواعش الذين هم زريعة للتدخل بعض الأجانب في أي منطقة، أول تأتي كأن ما كان في أي احتمال يظهر هناك داعش، ويأتي الداعش أول يفتح الطريق وتأتي الأمريكا، داعش تروح إلى أي مكان يقتل أشخاص وتأتي الروسيا، داعش فاتحة الطريق للاستعمار. يعني هذه لا شك فيها، الداعش الذي تدعي به دولة الإسلامية، ولا دولة ولا إسلامية ولا في الحقيقة، هي التي تفتح الأمام وتفتح طرق للتدخل الاستعمار في بلادنا، هذه لا شك فيها. ونفس الشيء للانقلاب، يعني أول له من يفتح الطريق بهذه الطريق يعني ويفتحه. أول طبعا الوعي التركي ارتفع بهذا المؤامرات بعد ما كشف هذا المؤامرات، وكشفنا شعب التركي كان في تطور وفي تنمية منذ الخمسين، الذي بدأ من الخمسين إلى الألفين، أقول إلى الألفين حتى انقلاب الأخير الذي يسمى انقلاب ما بعد الحداثة بوست مودرن كو، يعني الانقلاب ما بعد الحداثة الذي جاء غير مباشر بدون تدخل المباشر العسكري، ولكن جاء في بتحالف مع المؤسسات الذي أجبروا الحكومة أن تستقل، الحكومة الشرعية أن تستقل، ولكن بعد أن أخافوها وكذا وعملوا مؤامرات حتى يزوروا سمعة البرلمان والحكومة وكذا، وأسسوا حكومات جدد. وبعد ذلك طبعا جينا إلى الألفين، أثناء هذه المجتمع التركي انتقل من 25% الذي كان في المدن، وصل عدد التمدن إلى 75 حتى 80. هذا شيء مهم، في هذه الفترة قصيرة بخمسين سنة، يعني أكثر من 50% من المجتمع التركي انتقل من الريف إلى المدن، وهذا عدد التمدن جعل الشعب أكثر، وفي تنمية أيضا يعني في تركيا، إنتاج والديناميكية التركية كانت جدا جميلة، كانت قوية. ومع ذلك مع رغم الانقلابات في تركيا، كان في الانتخابات النزيهة، هذا الانتخاب والتقديس الصندوق الاقتراح، هذا هو شيء من أهم فرصة للتأسيس الديمقراطية ولرفض فكرة الانقلاب في تركيا. وبعد مع ذلك هذا الشعب لا أصبح واعي، عدد الجامعات أيضا وصلوا إلى عدد مقبول بسبب ترغوت أزل رحمه الله الذي أسس كثير من الجامعات، والناس كان النخبة كانت قليلة، الآن النخبة توسعت، وبعد ما توسعت النخبة الآن النخبة القديمة الذي كانوا يظنون أنفسهم الدولة العميقة شوية بقيت تنافس من قبل الشعب البديل، يعني الشعب البديل الذي جاء من الريف، هو محافظ على الدين، هو ملتزم، هو ليس بالضروري أن يكون ملتزم طبعا، يعني في من بينهم الملتزمون وكذا. وجينا وصلنا إلى 2002، كان بعد الانقلاب 97، هذا كان مرفوض من قبل الشعب في الحقيقة، ولكن مع ذلك بعد الانقلاب الحكومات الذي أيدوها الانقلابيون وأرادوا أن يكونوا مستمرا مراقبين على هذه الحكومات، على تلك الحكومات، وكانوا حتى يقولوا هذا الانقلاب سيظل 1000 سنة، هذا كان نوع من الاستكبار والاستغناء، هذا كان شيء نوع من من الطغيان، يعني كان يقول أن هذا الانقلاب ضد الإسلاميين وضد الملتزمين، الذي جاء فرض المنع الأئمة والخطباء إلى الجامعات، حتى أغلق مدارس الأئمة والخطباء وبعض المدارس الدينية الإسلامية، وهذا كان يفتخر بهذه العلمانية المتشددة الذي ما كان فرق لها من الاستعمار الذاتي، كأنها تستعمر أنفسك. الشعب التركي 99% مسلم، كيف أنت تحارب الإسلام، تحارب مشاعر الإسلام ورموز الإسلام في تركيا؟ وهذا الاستكبار والاستغناء طبعا كان مكروه من قبل الشعب التركي أيضا. ومع ذلك الحكومات الذين كانوا يؤيدونه هؤلاء الانقلابيون كانوا فاشلون،
فاشلون بأعلى فاشلون بأعلى درجة. وما كان أي فوز لهم، الاقتصاد في أزمة عميقة، وكانت أزمة في الإنتاج، وكانت أزمة في الإدارة، وكان تحالف أيضا في الشيء، وكان رئيس أردوغان أنزاق كان من في أثناء رئاسته في 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 البلدية إسطنبول، كان حكم عليه بالسجن ومنع من السياسة بسبب الشعير الذي نشده في 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 بلد في في بلدة سعرت، وهذا كان يعطي للشعب هذا الانطباع بأن هذا هو الذي القائد سينقذنا يعني. وجينا إلى وصلنا إلى 2002، دخلنا إلى انتخاب مبكر، كان في أزمة جدا، وكان في فوضى ومأزق في 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 المشهد السياسي. عندما دخلنا الانتخابات الحمد لله فاز أردوغان في هذا الانتخاب، حصل على بسبب النظام الانتخابي، وحصل على ثلثي قريب من الثلثي من الأصوات ومن البرلمان، المقاعد في البرلمان، وهذه اعطته فرصة لتأسيس شيء جديد، لتأسيس سياسة جديدة. ولكن أنا هذه هي السر الذي نريد أن أطرح لكم. بعد ما جاء طبعا بعد الانقلابات، حتى بعد إغلاق بعض الأحزاب الذي أسسه أربكان وما بعده خلفائه، الحزب العدالة والتنمية هو من تلك الأحزاب. ولكن هذا الحزب بعد أخذ بعض الدراسات يعني درس وشكل شيء جديد، حلف جديد. هذا الحلف ليس من الإسلاميين فقط، ليس من المحافظين، ليس من القوميين، ولكن فيه كل من كل، فيه كل من كل مكونات التركية، من اليساريين ومن الشيوعيين ومن الليبراليين ومن الإسلاميين ومن الوطنيين كان هذا الحزب. ولكن الأهم شيء أن يكون كلهم يعتقدوا بالديمقراطية ويركزوا على الخدمات أكثر ما يركزوا على الإيديولوجية. هذا شيء أهم شيء. كيف نجحنا في مكافحة الانتخابات، في مكافحة الانقلابات في تركيا؟ يعني أخذنا الشعب معنا. للأسف في أيام أربكان الشعب كان شوية ضعيف، في أيام كان عنوران الشعب كان أضعف، في أيام السبعينات كان أضعف الشعب، في الستينات الشعب ما كان له أي فرصة. حتى عندما في أثناء الانقلاب الفاشل في 2016 عندما فشل، رأينا في الشوارع بعض الجيل الجديد كان يقول جدي كان مع من درس، كان مع عدنان مندرس وبكي على عدنان مندرس، أبي كان مع طرغوت أزهر وبكي على طرغوت أزهر، وأنا الحفيد مع أردوغان ولن أبكي على أردوغان إن شاء الله، ولن أبكي على الديمقراطية. هذا شيء كان رمز، هذه الكلمة كانت رمز لما حصل في تركيا. ماذا حصل؟ لأن كل هذا الأشخاص الذي انقلب عليه من نوع ما في تركيا كانوا من خدموا البلدة في الحقيقة، ولهذا الشعب أيدهم، ولكن ما استطاع أن يقاوم ضدهم لأن الشعب كان ضعيف. لابد أن نقوي الشعب، الشعب لابد أن يكون قوي بمؤسساته، بمجتمعاته المدنية، وطبعا بالقانون وبالدستور. الدستور لابد أن يعطي الفرصة والحق لكل المواطنين، ولكن أيضا مع شيء آخر، التنمية هي من أهم الأشياء، التنمية الاقتصادية. للأسف في الانقلابيون الحقيقيون الذين يسيطروا على كل شيء لا يريد البلدة تنتمي، لا يريد النمو، بأن لا يكون الشعب قوي، يكون الشعب ضعيف دائما، يسيطروا عليه، يسخروه ويسيطروا عليه. وهذه من استراتيجية الانقلابيين، ولهذا رأيناها في تركيا. ما كانوا يريدوا أن يفتحوا جامعات جدد يعني، ما كانوا يريدوا أن يزيدوا على الجامعات الراهنة، يقول الجامعات يكفينا، الجامعات، لأن في كثير من الناس يريدوا أن يدرسوا، إلى أين يذهبون؟ لا يقرأوا. هذا الحل هو أن لا تعطي الحق ولا تعطي الفرصة ولا تعطي الحقوق، لأن عندما تعطي الفرصة للشعب، الشعب يفسد، الشعب يستغني، الشعب يكون يتعلى عليك وأنت لا تستطيع أن تعلو عليه.
وهو دائما يريد أن يكون المستعلي ويكون المستغني ويكون المستكبر عليك. ولهذا ما عملت تركيا أثناء هذا الشيء في ترغوت أزال وعد المندرس أراد أن يعزز الشعب أول شيء، يعزز المجتمع، وتعزيز المجتمع أعطى فرصة للمجتمع عشان يقاوم، عشان يكون مساهم في السلطة، يساهم في الحكم، يعني يراقب ويكون يقول أنت أنا أعطي الضرائب يعني، وأنا يعني يسأل ويحقق ويسأل عن ما عن نتيجة الضرائب، أنا أعطيكم الضرائب لماذا لا تخدموني؟ هذا السؤال لابد أن يكون دائما في أذهان المواطن. المواطن لابد أن يكون حر وقوي، ليس حر فقط، أنت حر ولكن لست قوي. الحرية لا تفهم لا تعني شيء، ولكن الحرية مع القوة ومع الـ مع الـ مع الفرص لابد أن يعطى له الفرص ليحقق ويتساءل ويكون مساهم في الحكم. هذا هو ما حققنا في 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 أثناء ما جاء حزب العدالة والتنمية، ما ركز بأي كلمة على الأيديولوجية أبدا. نحن نقول حزب العدالة والتنمية عندما يسأل عنه عن هويته هل هو حزب إسلامي، نقول لا، الإسلامية هي الإسلامية، لو حزب العدالة والتنمية ليس حزب إسلامي، هذا لا تعني نحن لسنا خادمين للإسلام، لا بالعكس، المسؤولية الإسلامية هي للأحزاب كلها ليس لنا فقط. لو نحن نحتقر الكلمة الإسلامية كأننا نستبعد الأحزاب الأخرى من الإسلامية، من 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 الخدمة للإسلام. لا، الإسلام هو دين الشعب التركي الكل، وعلى كل الأحزاب أن يخدموا مبادئها ويخدموها، يخدموا الإسلام. الآن نحن ساهمنا ووزعنا مسؤولية الإسلامية لكل الأحزاب، ولو الحزب العلماني المتشدد، حزب الشعب الجمهورية الذي كان يعلن نفسه حزب، لا، عليك أن تكون خادم للإسلام، ليس وظيفتنا فقط. وعندما نحن نعمل أي شيء خدمة للإسلام عليك أن تؤيدنا، ما عليك أن تعارضنا، ما عليك أن تعادي الإسلام. كيف أنت مسلم، كيف أنت تتفكر المنع على الحجاب؟ للأسف كان الحجاب كان ممنوع وكانوا يفتخروا بالمنع الحجاب، كيف أنت مسلم وتمنع الحجاب؟ الحجاب هو رمز للمسلمين، نحن لا نقول ولا لا نفرض على أي أحد الحجاب. طبعا الحجاب من يريد لا إكراها في الدين، نحن نفهم كلمة لا إكراها في الدين كأن هي يعني تتوسع حتى للأعمال فقط، للمسلمين أيضا، المسلم من يريد أن يلتزم يلتزم، لمن لا يلتزم لا يلتزم. يعني في طبعا نقاش في بعض الفقهاء يقولوا المسلم لا بد أن يلتزم والدولة تراقب كيف، لا، هذا في هذا الدول العهد الحداثة لا بد أن يغير يعيد هذا الاجتهاد في هذا النظر، لأن من يلتزم يلتزم، من لا يلتزم لا يلتزم. الإسلام حر، يعني المسلم حر في عمله، يعطى فرصة من يريد أن يروح إلى الجحيم يروح إلى الجحيم، يعني ما الحرية هي هذه، يعني نحن في مؤسسة الحرية، يعني الحرية هي لمن يريد أن يلتزم يلتزم. الحكومة والدولة لابد أن تعطي الحرية للكل، من يريد أن يلتزم يلتزم ومن لا يلتزم لا يلتزم. هذه هي ما نفهم من الحرية، ومن ليس له حرية ليس له دين في الحقيقة. من يتبع الإسلام بسبب الجبر هذا ليس له قيمة، يعني بالجبر والكره هو ممنوع في الإسلام، لا إكراها في الدين، يعني هذا هو. ولهذا نحن يعني غيرنا المفهوم والاهتمامات بهذا الشأن. نحن أكيد نحن خادمين للإسلام، ولكن الحزب العدالة والتنمية مهماته شيء آخر. إيش مهم؟ التركيز على العدالة والتنمية، هذا شيء بسيط. وما يسمى بالحزب العدالة والتنمية العدالة، العدالة الاجتماعية، العدالة السياسية الحقوقية وكل شيء. العدالة تشمل في كل إجراءات الحكومة، إجراءات أي حزب وأي مؤسسة سياسية، أن تكون عادل أهم شيء. ركزنا على العدل، وكان في عدم العدل في تركيا للأسف. الناس كان ممنوعين، مثلا ممنوعين المحجبين، كانوا ممنوعين من كل المؤسسات، ليس من الجامعات فقط، ولكن في الجامعات أيضا. هي فتاة يعني يكبروا في السن 25 سنة في السن، تمنع من الجامعة كأنها لا تعرف كيف تلبس، يعني لا، رغم أن الناس الذين يعني ركزوا
النقاش عن هذا كان أنتم تعتمدوا على المرأة وتريدوا أن تعززوا المرأة وتريدوا أن تقولوا المرأة هي حرة، لابد أن تكون حرة، ولكن عندما المرأة تختار أن تتحجب تقول لا أنت لست حرة، لا تستطيع أن 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 تتحجبي لأن هذا الحجاب يمنعك من الحريات. كيف أنا بخياري أنا أختار أن هذا كانت المعضلة للعلمانيين وما زالت المعضلة للعلمانيين في الحقيقة، ونحن نركز على هذا الفكرة. أيضا ركزنا على الخدمات التي جلبت الشعب معنا في البداية. شوف كان في فساد في الحمد لله النموذج أردوغان هو نموذج جدا نموذج حقيقي بالإخلاص، إخلاص في السياسة أول، هذا شيء ربما الناس عجيب عن السياسيين لأن عادة السياسيين يعتبروا في عدم الثقة لهم لأنهم ما يبحثوا هو ليس إلا مصالحهم الشخصية ومصالحهم العادية البسيطة، ولكن أن يكون لكم رؤية وأنت مخلص في تحقيق هذه الرؤية. أردوغان كان له رؤية والرؤية كانت تنمية هذه البلدة، وركز على مشاريع ملمس ومشاريع حقيقي لحل مشاكل المزمنة في تركيا، المشاكل المياه، مشاكل البيئة، مشاكل الطرق كانوا جدا كارثة في تركيا، والبيئة في تركيا كانت كارثة، وفي البداية والاقتصاد كان جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الهبوط، الاقتصاد التركي كان ضعيف، وعطى هذه الثقة لكل المستثمرين وجلب المستثمرين وبدأ الحملة، وأيضا غير بعض المعلومات. يعني كنا نركز على الهجوم على العلمانية، الهجوم على أوروبا، الهجوم على المسيرات الذين كانت مسيرة تركيا، نحن قلنا لا تعال نعيد النظر، نحن معكم، الفكرة الوطنية من أهم الأشياء، لابد أن نكون مساهمين مع أشخاص. نعم نحن لا نعتقد بكلمة العلمانية التي كانت تفرض علينا وتمنعنا من حريتنا، ولكن في هذه ليس معنى الحقيقي للعلمانية. نحن نعلم المعنى الحقيقي للعلمانية هي الحرية، ورفعنا وركزنا على بعد الحرية في العلمانية، ونقول نحن علمانيين نعم الحرية، والحرية لا تعارض مبادئ الإسلام أيضا. يعني الحرية كما قلت لكم لا يكرهها في الدين، يعني يمكن نؤولها إلى هذه الطريق، واستقبلنا كلمة العلمانية أكثر منهم. نحن قلنا نحن علمانيين أكثر منكم، علمانيين بمعنى الحرية، من يؤمن فليؤمن ومن يكفر فليكفر، لا إكراه في الدين. وبهذه الطريق الذي فتحنا بهذا الطريق رفعنا ألغينا كلمة أو النقاش عن العلمانية الذي كان من أول موضوع النقاش في تركيا، والموضوع الجدل في تركيا كان الناس يعني يركزوا على هذه الكلمة فقط، يعني في نقاشهم وفي جدلهم وفي إنشقاقهم كانت هذه الكلمة، ونحن رفعنا ألغينا هذا. الآن ليس موضوع، الموضوع العلمانية الآن لا أحد يذكره كأنه لم تعاش في تركيا، والآن لا أحد يتخيل أن يفرض حكمه على أي ملتزم، لا أحد يتفكر أن يمنع الحجاب في أي مكان. الآن حقوق المحجبين معترف، وحقوق الكل معترف الآن الحمد لله، ونحن الآن من هذه الناحية وجدنا السلم والصلح المجتمع. وعندما في أيام من 2002 إلى 2005 جدا الإنجازات الذي أنجزت المشاريع والمشاريع الذي أنجزتها حزب العدالة والتنمية جلبت إعجاب الكل في تركيا ووسعت دائرة التأييد من الشعب. يعني هذا شيء عجيب لأن من يكون في الحكم عادة هو امتحان كبير لأي حزب، عندما تفشل وتذهب ريحك. كان لها ريح حزب العدالة والتنمية، كان لها ريح، ولكن بعد الإنجازات بهذه تلك المشاريع الحقيقي والكبير جاء الريح ارتفع والريح ازداد أكثر وتقوى أكثر وتعزز أكثر. وجاء عندما أول مرة يعني قبل 15
يوليو في 2016 المحاولة الانقلاب في 2007 أثناء الانتخاب الرئيس الجمهورية. أثناء هذا حاول الانقلابيون أن يعملوا شيء جديد، المظاهرات في الشوارع عشان يرفضوا أي محاولة لحزب العدالة والتنمية أن تعين أو تختار أو تنتخب أي رئيس جمهورية، بسبب الرئيس الجمهورية هو رأس الدولة. كانوا يقولوا حتى في بعض كان ما زال في بعض الأذهان العلمانيين كانوا يقولوا تمام ضاعت المؤسسات الحكومات، كله ضاعت بيد الملتزمين بيد المحافظين على الدين، رغم أنهم لم يركزوا على الكلمة الإسلامية وعلى كلمة الشريعة وعلى كلمة الفرض على فرض حياتهم على أي أحد، ولكن كان مع ذلك هويتهم خلفيتهم إسلاميون، هذا معروف. وهم حكموا على المؤسسات الحكومة، الآن يريدوا أن يسيطروا على الدولة. كانوا يميزوا بين كلمة الدولة والحكومة. هذا طبعا معلوم، الدولة هي الدولة العميقة، الدولة المؤسسية التي أسسها أتاتورك ومن وراءه، وهم يريدوا أن يسيطروا على هذه الدولة أيضا يعني، وهذا لا بد أن نمنعهم. ويريدوا أن يأتوا بالرئيس الجمهورية هو رأس هذه الدولة، والرئيس الجمهورية لا بد أن يكون علماني. هذا الشيء لا يكتب في الدستور، طبعا علماني على كل الناس أن يكونوا علمانيين، ولكن على كل من يدير البلدة في تركيا عليهم أن يكونوا علمانيين، ولكن ليس بأي معنى العلمانية. نحن غيرنا كلمة العلمانية، العلمانية ليست كما تفهموها أن يكون من حزبنا، هم يقولوا العلماني لا بد أن يكون من حزبنا، هذا تأويل الحقيقي من هذا المعنى. العلمانية هي أن يكون من أحزابهم يعني، ليس العلم. حتى الجيش عندما سئل الرئيس الأركان كان يشار بيوك أنزاق في مؤتمر صحفي، عندما سئل عن ما رأيكم في الانتخاب الرئيس الجمهورية، قال طبعا نريد أن يكون شخص علماني، ولكن ليس بمعنى القول إلا بمعنى الحقيقي. ماذا العلماني بمعنى الحقيقي؟ كان تأويلها أن لا تكون زوجته محجبة. لو كانت تكون زوجته محجبة مثل ما عبد الله جيل أو طيب أردوغان زوجاتهما محجبات، كان انتهاك للعلمانية الحقيقية. وكان طبعا رهبانيون العلمانية، كانوا يعتبروا أنفسهم رهبانيون الدين العلمانية، أن يؤولوا ويعني يعبروا عن معنى الحقيقي من أي كلمة. وهذه كانت وبدأوا المظاهرات بملايين، ملأوا الملايين من في الشوارع في الميادين، يحافظوا على للحفاظ على الجمهورية، للحفاظ على العلمانية، يعني جمعوا الناس كثير يعني. وهذا هذا كان يعني تأييد ودعوة من الشعب إلى تدخل الجيش، هذا كان شيء عجيب يعني. ولهذا يعني تلبية لهذه الدعوة، كأنها تلبية للدعوة، كأنها ما كانوا يرتبوها من كانوا منهم الجيش يعني، في الحقيقة الجيش كان يزرع الزريعة بهذه الطريقة. ولكن كنا نرى في حساسية جدا يعني، في من جدا يكره المحجبين، يكره المحجبين، رغم أننا نحن كحزب العدالة والتنمية لا نكره أي أحد، أي جزء من الشعب، ولكن هم كانوا يكرهوا المحجبين. وجاءوا بهذا الطريق. وجاء ذات ليلة في 27 أبريل وضعوا بيان في صحيفة الإنترنت في رئاسة الأركان. ورئاسة الأركان طبعا في منتصف الليل الساعة 23، وكان يقول فيها: نحن كرئاسة الأركان لا نوافق ما يجري في تركيا. كان يعني بيان مثل اختار للحكومة، يقولوا أنتم انتهوا من هذا العمل، لولا يعني ما كانوا يقولوا سننقلب، ولكن يعني معناها كانت هكذا، كل الناس يعرفوا هذا المعنى يعني، لولا تلبي البيانات ومطالب الشعب مطالب الجيش سينقلب عليك، وعليك بعدما أن تخاطب بهذه الطريق عليك أن تنسحب من الحكومة. عادة ما جرى في سابق تركيا في تجربة تركيا
الجيش عندما يخاطب أي كون سياسي بهذه الطريقة هذا تعني أن انسحب يكفيك وروح. هذا كان انقلاب في الحقيقة، يعني حتى هذا النهاية لو كان يلبي حكومة حزب العداوة والتنمية كان يخاف والله لو لا ننسحب هذا الجيش سينقلب علينا، وله هذا الحق، كأنه كان له هذا الحق من التعاملات من التقاليد أو من التقاليد في تركيا، كان يعطي هذا الانطباع كأن الجيش سينقلب على السياسيون أن عشان لا يقاوموا الجيش، لأن مقاومة الجيش أيضا كانت جريمة من ناحية الشعب، يقول لك لماذا تقاوم الجيش، الجيش ستكون فوضى في تركيا وكذا وكذا، مخيفة كبيرة. تعرفوا ماذا فعل أردوغان بعد وحكومة أردوغان؟ أردوغان ما رد على هذا أبدا، كأن يعني عدم رده كان ذكي جدا، بسبب الجيش أنت لست مخاطبي أنا آمرك. المتحدث الرسمي باسم الحكومة بعد 10 ساعات وكان منتصف الليل ظهرا ظهر أمام المؤتمر الصحفي وقال هذا شيء مفجئ جدا، يعني ما عملنا ما فهمنا هذا الكلام، ولكن سنسائل وسنعمل تحقيق عن هذا الكلام الذي صدر في رئاسة الأركان، بسبب هذا لا من حق الجيش أن يتدخل في شؤون الحكومة، العكس مقبول، الحكومة والسياسة هي آمرة للجيش وليس العكس، نحن نمثل إرادة الشعب والجيش أيضا هو تابع وخادم لإرادة الشعب، الشعب هو الذي سلمه كأمانة هذا السلاح، ليس لا ليستخدم ضد الشعب وضد الحكومة الشرعية التي انتخبت من قبل الشعب، بل ليستخدم للأعداء، أعداء الخارجين. هل تستخدم ماذا هو؟ عندما صدر هذا البيان كل تركيا سكتت وكأن جاء آية من الله، يعني حاشا يعني لأن كانت شيء عجيبة أول مرة تحصل في تاريخ تركيا، هذا كان جرأة وهذا كان شجاعة أن تقاوم الإرادة الجيش، إرادة الجيش كانت فوق إرادة الشعب للأسف، كان يحمل السلاح وعندما كان ليس بمعنى الحقيقي طبعا، أكيد إرادة الشعب دائما كانت تفوق، ما يوم تتأخر ولكن كانت تفوق في نهاية المطاف، حتى بعد الانقلابات بعد سنتين 3 سنوات كانت إرادة الشعب تفوق على إرادة الجيش، ولكن هنا في نفس اليوم قاومها السياسيون الذين انتخبوا كممثلين من الشعب، مثلوا الشعب بأحسن طريقة وقالوا نحن نقاوم، هذا شيء مرفوض، ونحن لا نقبل هذا. عندما قالوا هذا كان من المفروض ومن المتوقع يكون توتر، يتعمق التوتر، ولكن رأينا هذا انتهى التوتر، ورأينا تأييد الشعب لأردوغان، لأن أول مرة من قاوم الشعب فاز يعني وربح في 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 لعبة الديمقراطية في تجارة هذه التجارة، وهذا كان ربح حقيقي. وطيب أردوغان وحكومته حزب العدالة والتنمية كان علم للجيش الذي كان كل يوم يتفكر كيف أتدخل. بعد هذه الفترة رأينا سكوت من السكوت طويل من الجيش، الجيش رأى موقعه ورأى حدوده، وهذا الحدود هو أن يبقى في دائرة الديمقراطية، هو مسؤول وهو ليس سائل، هو مسؤول من الشعب، هو مسؤول من السياسيين الذين انتخبوا من قبل الشعب ليمثلوا الشعب، وهذه كانت فرصة حقيقية لتطوير البلد. ولكن لو كانت بعد ذلك، أنا أقول لكم صراحة، لو كانت حكومة حزب العدالة والتنمية ما كانت ناجحة وما كانت ناجزة لأعمال أحسن ما بعد، لكان هذا ما كان يستمر، وكان يعود اعتبار الجيش، ويكون ثقة الجيش كانت تعود بطريقة أخرى.
ولكن الفوز في الانتخابات حصل على أكثر من نحو 50% في البداية. في 2002 حزب العدالة والتنمية كان حصل على 34% فقط، ولكن في الانتخاب التالي ما خطب من قبل الجيش بهذه الطريق، بهذا الانقلاب انقلاب، نقول له الكترونيك انقلاب، يعني جاء حزب العدالة حصل بعد الانتخاب ما واعلن طيب اردوغان تعالوا الى الانتخاب المبكر، وجاء الى الانتخاب المبكر. في الانتخاب المبكر حصل على 50% من او 47% من الاصوات، وصل الى عدد كبير، وهذا كانت جعلت الشعب اكثر واعي ضد الانقلابات. يعني الانقلابات كان مكروه. وشيء اخر اقول لكم عن الانقلابات، الشعب له وعي، لا الانقلاب لم يحل اي مشكله الا هو كان سبب كل المشاكل. وفي هذا الوعي وهذه المعلومات هي معروفه ومتداوله بين شعوب بين في شعب التركي. الانقلاب ابدا لم يحل اي مشكله، بل هو السبب الحقيقي لكل المشاكل التي تعاني منها تركيا. والسبب والحل الحقيقي لا ياتي الا بطريقه السياسيين، بطريقه الديمقراطيه، وبطريقه البرلمانيين. وجاء في الحقيقه ما راينا من تركيا اثناء حزب العداله والتنميه، فازت وانجزت مشاريع ما كانوا ما كان يتخيل. وتركيا جاءت بثوره حقيقيه صامته وبطيئه طبعا تدريجيا، في من الاقتصاد ومن العمل ومن السياسه ومن المجتمع. من 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 يزور تركيا من الخارج الان يشهد الفرق بين 20 سنه والان، كيف كانت تركيا وكيف صارت تركيا. الان صارت تركيا في كثير من وركزنا على الخدمات. تركيا حزب العداله والتنميه ركزت على الخدمات، عندما تروا لا سيما في مجال الصحه، في مجال في في مجال في مجال الاتصالات والتواصل، في مجال كل الاشياء، يعني راينا. وفي مجال التعليم، الان التعليم مجانا في كل الاماكن، وحتى الكتب والدراسات والمصاريف للطلاب كلها يعطى من قبل يوفر من قبل الحكومه. وفي الصحه لا سيما كانت كارثه، نظام الصحه في تركيا كانت جدا كان نظام كارثي. وعندما تروح الى اي مستشفى كان فساد، وكان ما في عدم العلاج، وما كان في كفاءه في التعالج. الناس كانوا لو كان المريض الغني الحقيقي كان يذهب الى الخارج. ولكن الان راينا التعديل والنظام الصحه في تركيا الحمد لله اصبح من احسن نظم في العالم من ناحيه الجوده. والناس نرى الان سياحين للصحه الان ياتون من الخارج ليتعالجوا، لانه هو رخيص وموفر لشعبه مجانا. رغم ان ليس الان عندما تعالج في تركيا بهذه الجوده في اي مكان اخرى تضيع كل ثروتكم، يعني تضيع كل ثروتكم لان تصرف على الصحه. لا، نحن نقول هذه قيمه انسانيه. تركيا لابد ان لا تجبر اي مريض يصرف ثروته بسبب بسبب مرضه، بسبب عدم صحته، لكسب صحته لابد ان لا يصرف ثروته ويضيع ثروته. لهذه هذه الضمان الصحي لابد ان يغطي عن هذا المفهوم. والحمد لله وصلت، وهذا الناس قدروها تقديرا. وفي كل انتخابات متتاليه صوتوا لحزب العداله والتنميه، وكل هذا هي شيء استثنائي في تاريخ تركيا. حتى في تاريخ اوروبا الحزب الحاكم في كل مرحله متتاليه يعني يفوز في الانتخابات، رغم ان لا يوجد احتمال لتزوير في الانتخابات. الانتخابات في تركيا انتخابات حقيقية، ليس انتخابات. ونحن في كل انتخابات نرى الحملة، طيب أردوغان يمشي في الميادين في 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 الاجتماع التجمع الحشد الميادين، ويعلن ويزكي نفسه ويبرر نفسه ويعطي الحق للشعب للتحقيق وللمساءلة وللمراقبة، ويقنع الناس بأنه هو أحسن من الآخرين. هذا ليس في من يقول طيب أردوغان أصبح مستبيت لأن هو جمع السلطة، لا، هو
كل ما جاء جاء بتأييد السلطة وليس لها ضمان. حتى بعد 20 سنة لو لا يكون ضمان وحقيقي لأن تكون تقنع الناس بأنك ستظل في هذه الطريق في هذه جودة الخدمة، لا ضمان لأن تظل في الحكم. في انتخابات بعد 2 سنين الناس سيؤيدوا أو سيضيعوا، هذا احتمال كبير، احتمال في احتمال. وفي الآن من يركز على هذا الاحتمال من الإنقلابيون، يريدوا أن يبحثوا عن طريق أخرى بطريق كيف يؤثر على مسيرة الانتخابات، إما يؤيد بعض الأحزاب أو يدعم بعض الأحزاب أو بعض الأشياء أخرى، هذا شيء آخر. دعوني أقول لكم، يعني أهم شيء في الانقلابات في تركيا هي تأييد الشعب. أهم شيء أن يكون الأحزاب يكونوا حل لا يكونوا سبب للمشاكل. الأحزاب لو يقدموا أي حل حقيقي ملموس مقنع قابل للتطبيق ولا يركزوا على الأيديولوجية. الحمد لله في تركيا كلنا مسلمين، نحن لا يهمنا ولا نحتاج أن نركز على هويتنا الإسلامية، نحن مسلمون كلنا مسلمون، الجهفاء أيضا مسلمة والهدفة كلهم مسلمون، يعني لا نريد، لا نقول أنتم نحن أكثر مسلمين منكم، يعني هذا تنافس في الكلمة الإسلامية لا نحتاجها، نحتاج إلى التنافس في تقديم الخدمات في جودة المشاريع التي نقدمها للشعب، نتنافس في هذا. وكل يوم نرى الغرفة التنفيذية والغرفة المشاريع في حزب العدالة والتنمية هو يدرس كيف نطور البلدة، كيف نحل مشاكل ونرفع جودة الخدمات في تركيا من كل الناحيات، إما من ناحية الصحة أو من ناحية الآن تروا في تركيا الآن في حريق لا شك منها، في الحريق هي مشكلة ولكن أول مرة تحصل في تركيا في تاريخ تركيا مثل هذا الحريق، رغم هذا في معالجة لها وفي في 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 مكافحة لهذا الحريق، ولكن نرى من بعض الأشخاص في تركيا يروا من هذه فرصة، لو تكون هذه فرصة لتدخل الأجنبي عشان يسقطوا حكومة تركيا، هذا شيء طبعا طفلية، يعني فكرة طفلية، طبعا لا أحد يستطيع أن يتدخل بشؤون الدولة بسبب فيها حريق، ولكن في من يتفكر ويتمنى يلهمه هذا الفكرة عشان يكون تركيا ويطلب. بدأوا حملة في الإعلام الاجتماعي وقالوا أرادوا أن يقولوا تركيا هي في مشكلة لا تحل هذه المشكلة، ويعني إمداد، يعني الهلب تركي، تمام، الهلب تركي، يعني تركيا لا تستغني عن المساندة والتعاون طبعا الدولي، يعني عندما يحصل مثل هذا الأشياء كل الناس عندما لا يكفي قدراتهم يطلبوا من بعض الدول الإمدادات ويأتي الإمدادات، يعني ويأتي المعاونة، الحمد لله جاء من كثير من الدول، ولكن ما عليكم أن أنتم تطلبوا هذا الشيء، يعني أنتم شعب، أنتم لماذا تطلبوا، يعني الإعلام الفضائي لماذا يطلب هذا الشيء؟ يعني الحمد لله تمام، في 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 حريق، ولكن في حريق في كاليفورنيا، في حريق في يونان، في حريق في إيطاليا، في حريق في إسبانيا، في حريق في رومانيا، في حريق في أستراليا، في كل الآن هذا المشكلة الحريق هي أصبحت مشكلة عالمية، ليست مشكلة تركيا فقط، يعني وتركيا الحمد لله لها قدرات كبيرة جدا، يعني ما كان متوقع حق أكيد ما كانت متوقع بهذا الحجم الحريق، ولكن بسبب بعض الأشياء هذه آفة من الآف آفة، وهذا امتحان الله عز وجل يبلونا بهذا الطرق، يعني ولكن لا يوجد، يعني أريد أن أعطيكم هذا المثال كيف يستخدم بعض الفرص لتلبية بعض المداخلات من الخارج أو من الجيش أو من بعض المؤسسات. ولكن الحمد لله بعد ما حصل الانقلاب في 15 يوليو الفاشل ما أعطانا فرصة للشعب كله أن يحافظ على دولته، وأول مرة تحصل ربما في العالم الحكومة الحالية تحافظ من قبل الشعب رغم أي في الحكم منذ 15 سنوات وهي تحافظ من قبل وتدافع من قبل الشعب الذي يديرها، لأنهم كان لهم أمل عندما نأتي بالانقلاب الناس سيلبون، لأن
سيرحبون بسبب هن مزعلين ويكفيهم هذا الظلم حزب العداوة. يظنون الشعب هو يعتبر نفسه مظلوم من قبل حزب العدالة والتنمية، ولكن يروا الشعب ليس هذا، الشعب هو ممنون من حزب العداوة والتنمية. ليس كل الشعب طبعا، هذا من طبيعة المعارضة ومن طبيعة التنوع في الآراء. لا يستطيع، لا يمكن أن يكون أي شعب أي مجتمع مساوي مع بعضه بعض إلا في خلافات في 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 فيما فيهم، وهذا الخلاف من طبيعة المجتمع، من طبيعة الشعب. هذا لا يبرئ أي تدخل لإلغاء أي شيء. إلا رأينا هذا الانقلاب الفاشل، الحمد لله رأينا من كل مكونات التركية، لا أقول كل تركيا، ولكن كان من كان يؤيده في الحقيقة كان جزء صغير، ومن كان يتمنى تخلصنا من حزب العداوة والتنمية. لماذا لا تريد، لا تحاول أن تتخلص منه بطريق الانتخابات؟ نافسه بطريقة تقديم بعض المشاريع، مشاريع حقيقي أحسن وأفضل من ما تقدمه حزب العدالة والتنمية. نحن نقول لهم تعالوا نافسونا، نكون ممنونين وسعيدين جدا عشان نكون نحن نطور أنفسنا أكثر لخدمة الشعب. يعني تعالوا نافسونا في خدماتكم وفي مشاريعكم. أي مشروع نروح إلى الشعب، الشعب الذي يحكم بيننا في الانتخابات، الشعب هو الذي يحكم بيننا من هو الأحسن ومن هو الأسوأ. ولماذا تطمحوا إلى هؤلاء الطرق الغير شرعية عندما لا يتغلبوا، لا يغلبوا على حزب العداوة والتنمية بهذه الطريقة الطويلة المتعبة؟ للأسف بالنسبة لهم هي متعبة، لا يستطيعوا أن يصلوا إلى أي شيء، يحصلوا على نتيجة من هذه الطريق. يقول الانقلاب أحسن أفضل طريق، يقطع الطريق ويأتي يجينا، وهي سرقة وهي ظلم وهي شيء، والناس يعرفوا الآن تركيا تعرف الانقلاب هو ظلم، الانقلاب هو الفساد، الانقلاب هو السرقة، الانقلاب هو رأس كل الجرائم، لأن فيه قتل، فيه مجازر، فيه كل الجرائم هو مركز مشكل في داخل أي مشروع انقلابي. ونحن طبعا في تركيا الحمد لله الوعي وصل إلى هذا المستوى، ولهذا السبب الآن الانقلاب، فكرة الانقلاب مكروهة، ولكن معناها لا تعني، ولو فكرة الانقلاب مكروهة هذا لا تعني بعض الناس يريدوا يحاولوا أن يأتوا أن يشكلوا بعض الحلافات لأن يغيروا المشهد، وحتى يعطوا انطباعات للعالم وللشعب التركي بأن نعلم يعني نريد هذا حزب العداوة والتنمية لا يمشي بطريق الانتخابات إلا بطريق الانقلاب. في من يريد أن يقنعوا بعضهم بعض بهذا الطريق، ويقنعوا بعض المؤسسات. الآن الحمد لله في هذه المؤسسات الذي احتمالا يتخيلوا هذه الطريق هي مسدودة الحمد لله. وأقول لك في تركيا في ضمانات الحمد لله للانقلابات، ضد الانقلابات، ولكن مع ذلك هذه ليس ضمان لكل شيء، إلا أن نكون متيقظين ونكون دائما أقوياء، ونأخذ التدبيرات لهذه لأي محاولة سرقة، كما أنت خذ التدبير، يعني أنت ولو ما في أي سارق، أنت تظن ما في سارق في الحي، ولكن أغلق بابك، يعني أقفل الباب، يعني أخذ التدبير، يعني ولا يتخيل أي انقلابي ينقلب على تركيا. ونحن طبعا ما ننصح لكل المكونات السياسية في عالم الإسلام، في مكونات سياسية أحزاب كذا، كونوا لا تنافس كإسلاميين، نحن نقول لا تنافسوا من هو أكثر مسلما، من هو أكثر خادم، لا تنافسوا في هذا الشيء، كلكم مسلمون، كل الشعب. والأهم شيء كيف تنقذ البلدة من بعض الأزمات الاقتصادية والبطالة والوعي والجهالة. الجهالة للأسف يعني هي مشكلة كبيرة ما زالت في عالمنا هذا. وكيف تطور البلدة؟ الفكرة الوطنية لا تعارض فكرة الإسلامية، أنا أقول هذا، نكون وطنيين. وأهم قوة حزب العدالة والتنمية هي بأن هي أكثر وطنية الآن في تركيا.
لأن أثبتت بأنها خدمت للوطن أكثر من الكل، حتى من أكثر من من كانوا يقولوا نحن صاحب هذه المملكة ونحن نملك ونحن دولة العميقة. الدولة العميقة ممثل، ما كانوا يمثلوا دولة العميقة ما كانوا وطنيون. والذين ينافسوا الآن حزب العداوة والتنمية لا يثبتوا أنفسهم بأنهم أكثر وطنيون في هذه البلدة، ما زالت حزب العداوة والتنمية في احتمال طبعا يعني يمكن يكونوا أكثر وطنيون. لو يثبتوا بأنهم أكثر وطنيون يخدموا البلدة أكثر، أهلا وسهلا فليتفضلوا مشكورا، ونحن لا 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 نكون طبعا هي منافسة، ولكن نكون سعيدين باسم تركيا، باسم الوطن، باسم البلدة. أقول لكم هذا وأشكركم على هذه الدعوة. هذه قصة مكافحة تركيا الانقلابات، وإن شاء الله مؤسساتنا تركيا في كل العالم الإسلام نتمنى أن يسود الفكرة الشرعية وتعود فكرة الشرعية للكل، كل الناس يحترموها. هذا مستحيل، ولكن يعني دائما في من يريد أن له سوء النية في هذا الطريق، ولكن من هم تابعين للفكرة الشرعية والديمقراطية أن يكونوا متساندين مع بعضهم بعض، يتساندوا في هذا البر ويتساندوا ويتضامنوا لتحقيق إرادة الشعب في بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.